السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة مع نيو فيرب من طبعا سلسلة ريجولار فيربس وهنشوف الفيرب النهاردة في كام سياق وهنعرف معانيه من خلال الجمل اللي احنا ايه كونا طيب كليف على فكرة غرابة الفيرب ده ان هو ممكن يكون ريجولار اند ريجولار ات ذا سيم تايم يعني ممكن يكون منتظم يعني بقول كليف كليفد كليفد, كليفد عادي خالص أو كلوف كليفت تمام ده the second form this is the first form base form في عندنا the second form اللي هو past simple وفي عندنا cleft كلوفن اللي هو التصريف الثالث يبقى كليف ممكن تبقى regular cleaved كليفد أو ممكن تبقى cleft cleft أو كلوف clove, كلوفن في حد هيسألني طب احنا ليه بناخد الحاجات دي يعني. انت ما تعرفش التكست اللي هيجيلك لك شكله ايه النص اللي هيجيلك لك شكله ايه ممكن يجي فيه الشكل الثاني فيعني إيه؟ آه نكون فاميلير وذ ذا ديفرنت فورمز اوف ذا سيم فيرب نكون عارفين الاشكال المختلفه لتصريف الفعل عشان ايه ما نعتبروش كلمه غريبه عن شوف المثال الاولاني the blow cleaved the victim's skull the blow cleaved the victim's skull the blow cleaved the victim's skull معناها الضربه شقت جمجمه الضحيه في عندنا كلمه skull معناها جمجمه victim معناها ضحيه كليف معناها يشق او يقسم الى نصفين. ذا بلو كليف ذا فيكتم سكال. طيب نشوف كده المثال الثاني ذا سكند اكزامبل. ذا بوليتيكال بارتي واز كليفد باي إنترنال bickering. لقد انقسم الحزب السياسي بسبب الصراعات الداخلية. ذا بوليتيكال معناها سياسي بارتي حزب واز كليفد معناها انقسم هنا معناها انقسم مش شقة باي إنترنال، إنترنال معناها داخلي وطبعا كلمة إكسترنال معناها إيه؟ خارجي. يبين ذا the political party was باي by internal bakery. لقد انقسم الحزب السياسي بسبب الصراعات الداخليه نشوف كده المثال الثاني protein cleaves by an enzyme معناها البروتين انقسم عن طريق الإنزيم. الانزيمات بتقسم الايه بتقسم البروتين او بتقسم البروتين A protein cleaves by an enzyme an axe easily cleaved through the log يشق الفأس كتله الخشب بكل سهوله the axe easily cleaved through the log log معناها كتلة من الخشب cleave through through معناها خلال مثلا I walk through the trees من بين تمام the axe easily cleaved through the log معناها يشق الفأس كتلة الخشب بكل سهولة تمام آه هنا easily معناها بسهولة طيب the ships bow cleaved through the water مقدمة السفينة تجوب أو تشق الماء أو تمخر عباب الماء the ships bow وفي عندنا على فكرة two pronunciations for the same word اللي هي bow and bow bow معناها مقدمة السفينة stern اللي هي المؤخرة أو خلفية السفينة الجزء الخلفي من السفينة stern طيب نشوف كده الأمثلة اللي بعد كده his fist cleft the air معناها شقت قبضته الهواء his fist fist معناها قبضة اليد زي كده تمام his fist cleft the air معناها لقد شقت قبضته الهواء من قوتها طبعا زي ما بنشوف كده في الافلام تلاقي صوت الضربه ايه واضح في المونتاج his fist cleft the air معناها شقت قبضته الهواء وفي هنا مثال ممكن نستخدمه في الحياه العامه او الحياه اليوميه Muslims have to cleave to the Islamic teachings. Muslims have to cleave to the Islamic teachings معناها يجب أن يلتزم بي cleave to to cleave to معناها يلتزم بي Muslims have to cleave to the Islamic teachings يجب أن يلتزم المسلمون بتعاليمهم الدينية طيب uh, آه في نشوف كده المثال الأخير they were in a cleft stick معناها لقد كانوا في موقف محرج أو لا يحسدون عليه وكلمة uh in a cleft stick معناها embarrassed محرج أو شاعر بالخجل or awkward الاثنين نفس المعنى طبعا في كلمة كليف اللي هي شق وممكن استخدمها في ككلمة جديدة كليفر معناها الساطور اللي بيستخدمه طبعا الجزار او القصاب في تقطيع اللحوم كليفر معناها ساطور او سكين كبير يستخدم في تقطيع اللحوم بكده يكون الفيرب النهاردة انتهى واشوفكم على خير ان شاء الله في النيو فيرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته